بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هشام الشحمة بنوماتيك ورديغا. انا البارح تعرضت لواحد الحادثه من طرف واحد الشخص اللي ضرب النيران هنايا في المكان المقر العمل ديالي، وكنشكر الناس ديال السلطات، وكنشكر الناس ديال الامن، والناس ديال الوقايه المدنيه، وكنشكر الجيران اللي ضامنوا معايا البارح وساندوني باش همدنا الحريق. دابا باش كطالب؟ اش غنقول لك؟ اش غنطالب؟ غنطالب واحد الانسان اللي غيديو الحبس، هاد الانسان اللي غيمشي حياته وغادا تضيع وكاك هباء منشورا. ولكن هادشي انا كنوجه واحد النداء للوالدين، حيت هاد السيد هذا ما دار هادشي حتى كان عنده واحد السبب باش غيدير هادشي. والعلم لله انا ما نقدرش نقول لك واش بالنسبه للوالدين ولا الاصحاب ولا المجتمع ولا المهم. هاد السيد هذا اللي كنعرف عليه هو انسان مزيان، انسان ما تيأذي حتى واحد، كيضامنوا معاه السكان، كيضامنوا معاه الجيران، والاصل ديالو هما ما ساكنينش هنايا. وكنشكر كاع الناس اللي وقفوا في جنبي البارح. انا كنت بحال انت ربما مسامح ليه هنا داخل. واش غدير؟ انا مسامح ليه، غنشوف الامن واش غيسامح ليه ولا ما غيسامحش ليه. داك الشيء كيبقى بايد السلطات. انا ما انا كما غيبقى الحال، انا انسان بحالي بحاله، وما غنبغيش ليه المضره، وتا هو ما غيبغيش ليه المضره، وراه حضر الشيطان، وراه اللي طراطرا واللي هذا هو اللي كاين. مع الشهادات العافيه. شي جوج ونص ديال الليل. وانا ساكن بالحكم الوجود ديالي انا كنسكن فوق المحل، يعني انا الانسان الاول اللي شفت الحريق. من بعد طلبت النجدة من عند السكان، ولقيت السكان يعني متضامنين معايا. واش كنشكر الناس ديال السلطة، وكنشكر سعادة وكيل الملك اللي خرج امر في نفس اللحظة باش خرجوا الناس ديال السلطات جاو عندي، وهذا قدره الله ما شاء. عندي خسائر ضروري، حنا الحمد لله ما عندناش شي خسائر بشريه، عندنا خسائر ماديه خلف الله سبحانه وتعالى. عندي خسائر هنا ديال العجلات جديده، عجلات اللي هي باقا ما استعملاتش جديده، وعندي خسائر في الماتريال الداخل. دخل انتوما كي كتشوفوا عندي خسائر بالنسبه لهذا البلافو، عندي خسائر في المعدات الكهربائيه، وعندي خسائر في الكونفلور ديال لابريس ديال البرد. حكم السلعه اللي تحرقات ليا انا، المحل ديالي هما بقاو فيه جوج بنوات، هما اللي بقاو راس المال ديالي انا دابا، هما اللي بقاو. الناس دابا انا رانا عاطيهم شيكات، ويعني راه ما عنديش مي غنجبد ليهم انا هاد الفلوس، وراه لا اله الا الله محمد رسول الله.